السؤال الثاني يا نايف. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لتقديم الصدقة للجيران، يعني الجار المرافق في المنازل سواء كان غني أو فقير، فما حكمها يعني؟ طيب اسمع الإجابة. نعم، تقديم الصدقة يا شيخ يقول سواء على الغني أو الفقير. الغني ما يحتاج صدقة يا أخي، الفقير نعم تصدق عليه وهذا فيه فضل عظيم. وأما الغني إذا كان قصدك الهدية تهدي له، نعم الهدية لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فإنها لا تشرع إلا للفقير، والصدقة على الغني ليس فيها أجر. نعم.